شادفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني. بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه رح نقرأ بالمشهد السياسي مع ضيفتنا سكارليت حداد. أهلا وسهلا فيك. أول شيء إذا بتسمحي لي بدي بلش بتغريدة لفتتني اليوم للنائب أجوب بكرادونيان، حكي فيها عن الإشاعة يلي انطلقت مبارح بموضوع الدولار. عن جد هي شيء ملفت جدا. بيقول النائب بكرادونيان: سرقة جديدة، احتيال جديد، الدولار القديم سلعة عليها كوميسيون، الحكومة صامتة، صار بدها موقف. برجع منقول انه اللي صار بالساعات الماضية انه السفارة الامريكية عملت بيان ووضحت هيدا الامر، ولليوم فقر حاكم مصر لبنان وخبرنا بهيدا الموضوع. قبل ما نغرق بالسياسة، شو عم بيصير؟ كيف انه اذا الواحد معه قرش ببيته لازم هيدا القرش الابيض نحرق له اياه ونستفيد منه، واذا في تجويع من جوه اكتر، شو عم بيصير بهيدا الموضوع؟ اول شيء خليني اقول لك بونجور. بونجور هلا ولك وللمستمعين. تاني شيء، ايه صحيح هيدي قصة ملفتة، بس مش ملاحظة انه كل هالفترة نحن عم بضل في مثل جو لحتى تضلك مقلقزة، تضلك خايفة على مصيرك، على وضعك، على مستقبلك، على تاني يوم، مش بس المستقبل الكبير. في هيدا يعني هلا في ناس بتتسلى على المواقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس تابعة في خطة ممنهجة، انا هيك عم بحس، لحتى دايما الانسان اللبناني يضل خايف وغضبان. في استثمار يمكن بالخوف وبالغضب. ما بعتقد كل هالشي بريء انه هيك قصة مثلا بتتصدق، يعني بتتصدق انه هلا اللي ما عنده خبرة ما عنده خبرة الاشي اللي صدقها لأول بعدين اوكي، بس انه طيب اذا ليش هلا بطل؟ بس بترجع تسالي سؤال، اذا هل عملي بطل الى قيمه اليوم، طيب ليش نحن بعدنا عنا وليش ما سمعنا فيها قبل؟ ليش ما سحبوها؟ مفروض مثلا بتغير العمله، وقت صار مثلا بفرنسا مرقوا من الفران للاورو، هيك سحبوا كل الفرنكات، وعطوا البدل وعطوا وقت واعلنوا الناس وكل شيء. يعني بس نحن لدرجه عنا، اول شيء اليوم الاعلام صار بطريقه، صار المواقع التواصل الاجتماعي وحضرتك بتعرفي اكيد هي اللي بتقرر الاعلام، يعني بدل ما نحن الاعلاميين المخضرمين اللي بنشتغل حسب منهجيه معينه نحن نكون الاساس، صار هن الاساس ونحن مجبورين نتبعهم. مش عم بحكي انت وانا، عم بحكي الجسم الاعلامي، صرنا مجبورين نتبعهم، يعني هن بيقرروا ونحن بدنا نقضي وقتنا. لا، بما انه هن اسرع منا، اسرع من اي وسيله اعلاميه، انت صرتي ما بتعودي بتتاكد من الخبر قد ما هو ببلش تجاوبي بدون ما تتاكدي، لانه في سرعة مجبورة، هن فرضوا حالهم عليك. يعني اليوم هيدا الموضوع صار اليوم خبر رئيسي، هن فرضوا، هيدا ما كان موجود، ما مفروض يكون موجود، بس للأسف لأنه بتمشي على الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي وخلص صارت القصة مثل حقيقة، وانت مضطرة ترجعي تفتشي وتكذبي وتلاقي طريقة، بس كأنه مش بريء. يعني هيدا كله هل هو بريء؟ أنا بقول لا. شو الهدف؟ الهدف مثل ما قلت لك في استثمار بقلق اللبنانيين وبغضبهم، لنوصل لأي مشروع ما بعرف، بس هلأ مبين هيك. يعني هيدي هلأ ما رأيت، بكرة بيجي يطلعوا لك بخبرية جديدة، وهيك مطلوب منك تضلك الآن. نشكر الله، طمنا هلا انه رح نضل. بس نحن لازم نقوي مناعتنا، يعني اول شيء الصحفيه الصحفيه الصحفي مش هيك تيتر، هيدا في هيدا مهنه، في لها مبادئ وفي طرق للعمل، لازم نرجع للاساسيات ونكون اكثر موجودين ودغري نعمل رده فعل، نظبط يعني نوضح الحقيقه، لانه والا يعني عم بيروحوا الناس لمطرح تاني. طبعا، ومش بس نظبط الحقيقه، لازم نرجع ما نتسرع بالطريقه اللي كنت عم تقولي. يعني كلنا عم نتفاعل مع خبر اشاعه، خبر غير دقيق، خبر غير حقيقي، عم نتفاعل معه وهو ما له اساس. ايه بس ثلاث ارباع الاخبار اليوم يلي بتكون بتشوفيها عم يتداول فيها بوسائل الاعلام هي بالاساس ما مزبوطه. فلان قال فلان، طب شو تعليق؟ صارت القصه بتكبر، القصه بتعلق، وهيدا بيعلق على هيدا وهيدا، صرنا بمطرح تاني، وهي كل القصة ما لها طعم. إذا جيتي كذبتيها نص الناس اللي بدك تكذبي لهم ما وصلت لقلون، عارفوا الخبرية قبل. هلا دايما التكذيب ما له نفس الواقع عن الخبر، يعني هيدي معروفة. يعني بتجي تشارك بشرعوكي بهيدا الموضوع.
يعني هلا هيدا صرنا بموضوع لا بس هو بتعرفي بتحكي تعملي شي مره حلقه عن الاعلام وعن شو عم بيصير فيه للاعلام والمصطلحات موضوع كثير كبير الاعلام كتير اليوم مخيفه موضوع كثير كبير واساسي يعني طبعا. عم بيأثر اليوم على حياه كل مواطن. بهيدي المناسبه رح لك مبروك كمان لكم لمجلس نقابه المحررين في لبنان رغم ما رفقه من يعني شويه تشنج بس الاصوات والصناديق قالت كلمتها. مبروك لك ومبروك للزملاء. اول شيء شكرا لك باسمي وباسم الزملاء. ثاني شيء انا بعتقد بالعكس كانت مناسبه حلوه لانه كان في منافسه حقيقيه، كان في اذا بدك مشاركه كبيره، نسبه مشاركه كبيره للزملاء، معناتها انه في حيويه بهالجسم. اوكي طلعت اللائحه بس هوليك كان لهم شرف المنافسه وبالعكس اعطوها طابع ديمقراطي. هلا اخر الحدث الصغير اللي صار يعني ما بعتقده اساسي بس بيعبر عن جو موجود مباشر. كمان مباشر. يعني كل النهار كنا سوا كلنا وما حسينا يعني اصلا يعني نحن انا بهمني شغله سيدي هلا بدي اقول لك اياها قولي لي هلا هلا انا بهمني شغله انه ما لازم الصحفيه يصيروا يشبهوا الطبقه السياسيه. نحن شو ما كانت خلافاتنا وشو ما كانت تميزاتنا انتماءاتنا او حبنا لارائنا السياسيه، نحن في قضايا كبيره بتجمع المهنه بتجمعنا وقضايا طبعا. المشاكل المهنه زيت بتجمعنا. الشيء استاذ سكالات اذا بدنا نروح على مثلا اللي صار بنقابة الصيادلة، بنقابة الأطباء الأسنان، بنقابة وين ما كان عم بيصير إنه المهنيين عم بينجرفوا إلى هيدا القلق والغضب والاستفاف، وهيدا الشيء بيوجع. ايه بيوجع وانا بعتقد كمان هيدا الشيء مش بريء. يمكن البعض عم بخطط انه هيدي كلها تكون بروفات للانتخابات بس انا يلي بشكر الزملاء الصحفيين فيه انه نحن بالقليله ما صار فينا مثلنا يعني شو مبين يعني بمطرح ما انه وقت ما بتقدري تربحي بتخلقي مشكل. طب هيدا مش شيء صحي لانه انت في هالقوانين الموجوده اذا مش عجبتك اشتغلي على تغييرها، بس طالما في هالقانون بدك تطبقي والا نحن وين عم نروح اذا ما بقى في معايير ما بقى في سقف للتحركات. طيب بالقليله نقابه المحررين يلي في كتير بينتقدوها بس بالنهايه حافظت على مستوى معين، كانت ديمقراطيه، انتخابات ديمقراطيه فيها منافسه، وبرت هالمره ما ربحت المره الجايه ممكن تربح. طبعا والديمقراطية هي حق لكل واحد يترشح وينتخب ويوصل اللي بده اياه بس كمان بده يقبل النتيجة لا. والا ما بتعود ديمقراطية بتصير مش ديمقراطية بتصير فوضى. ست سكلاب خليني روح مباشرة على السياسة تأسأل. كتير انشغلوا اللبنانيين بالاتصال اللي صار من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان برئيس ميقاتي بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون. كتير توقفوا عنده انه هل هي صفحة جديدة مع لبنان كما قيل او هي فك نزاع او يعني اتصال عابر لا بيقدم ولا بيأخر رد يعني على استقالة الوزير جورج أرداحي. شو صار بهيدا الاتصال عن جد؟ هلا يعني نحن ما كنت في شيء بس حسب المعلومات اللي قدرنا يعني قدرنا اخذناها من عدة مصادر معنية بهالملف يلي مبين انه اول شيء اذا بدك هو انتصار لرئيس ماكرون، هو انتصار دبلوماسي لرئيس ماكرون برضا امريكي يبدو انه ايه برضا امريكي لحد هلا كل المعطيات بتقول هيك. هيدا بدل صفقه استراليا لا يمكن لا في عدة معطيات اذا هلا بنفوت بالكبير ولا بنفوت بالصغير. خلينا نفوت بالكبير اذا بدك. ايه انا بعتقد مشكله اساسا مشكله الامير محمد بن سلمان هي اساسا مع الاداره الامريكيه الحاليه يلي هي من وقت ما انتخب جو بايدن بعد وما صار ولا لقاء بينه وبينه وكل شوي بيطلعوا يعني هو والديمقراطيين علاقته مش كتير يبدو مش كتير حميمه وهو بده يعني كان مثلا حسب المعلومات انه هو كان بده يروح على جلاسكو يمثل بلده بقمه المناخ ولكن لانه ما في لقاء محضر مع الرئيس الامريكي تراجعوا بعد وزير الخارجيه. يعني في عده ملف كتير مش رح نفوت فيه لانه ملف كتير مشاربك بين العلاقات الامريكيه السعوديه. فاذا هو كان بهمه كتير انه يجي رئيس كبير رئيس غربي كبير يجي على بلده ليرجع يعطيه هالبوش اللي هو بحاجه له بالنسبه لعلاقته مع الامريكان.
فازت. يعني كانت خدمة للسعودية الأزمة اللي صارت. لا هي انتصار لاثنين يعني. الرئيس الفرنسي هو بحاجة إنه يلعب دور كبير لأنه بده أول شيء هلا عنده انتخابات، وتاني شيء إنه يثبت حاله إنه هو بهالمنطقة في فراغ عم تتركه الأمريكان، فإذا إنه هو يقدر يعبي يلعب هالدور. والسعوديين هن المسؤولين السعوديين هن كمان بحاجة إنه يجي لعندهم حدا كبير، لأنه بتعرفي في عدة مشاكل سابقة وفي علاقة ما فينا نقول إنها مريحة بينهم وبين الإدارة الأمريكية الحالية. فإذا هيدا كله صار اثنيناتهم كانوا بحاجة لهالشي. اجت قصة لبنان بهالموضوع. هلا قصة لبنان هي في مستويين، في قصة الأنية اللي هي كلام الوزير، يعني أزمة ما يسمى بالوزير الإعلام جورج أرداحي، وفي الأزمة الكبيرة الأكبر اللي هي أزمة العلاقات اللبنانية السعودية اللي في مشكلة كبيرة هو وجود حزب الله والنفوذ اللي عم ياخده بهالبلد. هاي الأولانية انحلت إذا بدك، تقدم استقالته الوزير أرداحي. رد كان الرد انه حكي مع رئيس الوزراء الامير محمد بن سلمان. هاي حدودها. هلا هيدا ما بيمنع انه المشكله الكبيره بعدها موجوده. هلا كيف بتطلع وبتنزل؟ انه انا بعتقد اول نتيجه انه يمكن ما بقى رح يتخذ تدابير اكثر ضد اللبنانيين بالمملكه السعوديه وبدول الخليج، وهيدا شيء منيح لانه كان كل يوم يجينا خبريه انه رح ياخذوا هيك ورح يعملوا هيك واللبنانيه الموجودين كمان. هيدا على سيره هول الشائعات، هيدي كمان في غرف مغلقه من جيوش الكترونيه كانت عم تشتغل على قلق اللبنانيين، وكانت عم تشتغل على التوتر الاعصاب اللبنانيه، توتر العلاقات زياده، يعني كل يوم تصعيد. ما هلا اذا كانت هي لها اساس ولا ما لها اساس انا ما بعرف، بس الاكيد انه كان فيها الجو، كان في جو من اذا بدك من الرعب عند اللبنانيين، لانه نحن اقتصادنا من كذا سنه اقتصادنا مربوط بالخليج. فاذا ما قلنا اي يعني في خوف كان انه اذا بياخذوا تدابير جديده يعني قديش لوين رح توصل. فاذا انا بعتقد هيدا المسار توقف، وهيدا شيء منيح وشيء إيجابي، بس هل وصلت الإيجابية لتحسن العلاقات ككل؟ أنا بعتقد بدنا ننطر، يعني ما مبين لأنه المشكلة الأساسية بعدها موجودة. طيب ما تغير شيء لحد هلا؟ يعني سمعنا أنه رح يكون في وفد سعودي يزور لبنان أو وفد لبناني يزور السعودية، سمعنا أنه هل الرئيس ميقاتي سيزور السعودية، كل هيدي الأمور انتهت مع الاتصال، يعني حدود الاتصال ألو كلمتين مسكر الخط أو لا. مش بس هيك، ما نكون يعني كمان كتير متشائمين. صار بداية كلام. هلأ هو هل الكلام رح يوصل لنتيجة؟ أنا بعتقد أول شيء فتح باب، يعني أو خلينا نقول فتح شباك بالعلاقات، وفي هن ناطرين منا كذا شغلة. هل قادرين نعطيهم؟ في أشياء بنقدر نعطيها، في أشياء بتخلق مشكلة داخلية ما بعرف. بس هلأ المطلوب مثلا بقصة المعابر والمخدرات، هولي قصص في يعملها لبنان، يعني في يعملها لبنان، واصلا كان بلش يعملها. لنكون منصفين، الوزير الداخلية السابق محمد فهمي كان عم بيشتغل كتير بقصة مكافحة تجارة المخدرات، تهريب المخدرات الى المملكة، وصار في عدة صفقات وقفون، يا يوقفون بلبنان يا يوقفون بالسعودية، بس من بعد تواصل مع السلطات السعودية. فاذا لا كان في شغل، وهيدا الشغل رح يتكثف. هلا قصة المعابر بعتقد لمصلحة لبنان كمان ضبط شوي المعابر، يعني ممكن ينعمل شيء، بس المطلوب الأكثر أنا بفتكر صعب بهالظروف هلا. نعم. طيب البيان المشترك اللي صدر في كأنه دفتر شروط للبنان، دفتر شروط حدوده لبناني أو إقليمي؟ هيدا السؤال كان، إذا كان حدوده لبناني مثل ما قلت استاذ سكالات، يعني في أشياء فينا نتدبر فيها، بس الأشياء الإقليمية كيف فينا نمون عليها؟ ايه ما هلا هي هيدي مشكلة اللي زعجة السعودية، هي مشكلة حزب الله، واصلا اذا يعني
الوضع الإقليمي ككل، يعني حرب اليمن وكل يلي صار بهالمنطقة خلال 7 سنوات الأخيرة، هيدي ما عاد يعني لبنان، معلش خلينا نكون صحيح حزب الله لبناني وشو ما بدك، بس بالنهاية ودوره الإقليمي مش قدرت الدولة اللبنانية تقدر تحده ولا ما تحده، هيدي مسألة فاتت بالمسألة الإقليمية بالمفاوضات الإقليمية اللي عم بتصير. فإذا هيدي بفيينا بفيينا وبغير فيينا، في شيء بفيينا وفي شيء بالعراق وفي شيء بسلطنة عمان، في عدة جملة مشاورات، في زيارة، يعني في نحن اليوم بمرحلة انتقالية في بالمنطقة، في طهران زيارة الإمارات، الإمارات كمان تطرحها، يعني في نحن هلا، يعني إذا بدك هاي ورقة، بس ورقة منا بإيد لبنان، يعني إذا المطلوب من لبنان إنه يلجم حزب تدخل حزب الله، يعني يلي عم بيطلب هالشي مش عارف الواقع اللبناني، مش القصة مش بين إيدين لبنان. وبعتقد أنا رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء هيدي قالوها وقت نحكى معهم بهالموضوع، إنه هيدي مش قدرتنا، بس في أشياء اللي بيقدر يعملها لبنان، بعتقد أنا عنده الاستعداد إنه يعملها. نعم. أستاذ سكالات، هيدا الموضوع بيطرح أسئلة كتيرة كمان بالداخل اللبناني. استقالة جورج أرداحي وزير الإعلام، هل هي استقالة فيها سيادة لبنانية؟ لك خليني أقول لك، هلأ أنت عم تسأليني رأيي، أنا رح أقول لك بكتير صراحة، أنا بعتقد كل القصة ما أنا مفهومة، إنه كيف يعني واحد بيتحكم على كلام قاله قبل ما يصير وزير، ما قالوا باسم الوزارة، قالوا باسمه شخص كمان. لا ومن قبل ما هن يعني هلا ما بعرف إذا هن بتحسي إنه كان ناطرين حجة، مش القصة قصة الوزير إرداحي. هلا الوزير إرداحي أنا بعتقد كتير تصرف بمنطق، يعني طيب أنا من الأول يوم وقت طلع، بتتذكر عند البطرك وقتها نصحوا البطرك إنه تستقيل، قال له أنا ما عندي مشكل بستقيل، ماني متمسك بالمنصب، بس هل استقالتي بتفيد؟ هل إنه أكيد أنتوا رح تعمل شيء استقالتي؟ طلع حكيم الوزير إرداحي، لأنه وصلنا انه الفرنسي يروح لعند طبعا، يعني ما انت بدك، طب انا بعتقد من الاول كان عارف انه بده يستقيل، ولكن كان كل القصه كيف تستثمريها لهالاستقاله، فضل ولا بعتقد التوقيت كان السؤال لمين بده يبيعها، التوقيت كان كتير ذكي انه على لمين بيعها، بيعها لرئيس لنجيب ميقات، لا للرئيس الفرنسي تما يروح، اذا بدك تيروح عامل شيء، انا بعتقد يعني كان افضل السيناريوهات، لانه لو استقال هيك وراحت وما حكي معه، يعني شو بتكون عملتي؟ ما كمان بدنا نفهم انه في جزء من اللبنانيه كمان كانوا حاسين انه ما بدهم اياه يستقيل مشان سبب مثل هيدا، كمان في نحن اللبنانيه مقسومين على الموضوع طبعا، وفي الكرامه الوطنيه يلي تحركت كمان عند البعض، تركت انت انا منهم، يعني بقلك اياها بصراحه انه ايه في شيء كان مش مفهوم، يعني مش هيك بيتصرفوا الدول مع بعضها، بس من بتقولي يمكن هيدي القصة كانت خلقت لا توصل لهالنتيجة، لا تسمح لكل الأفريقاء يلعبوا دور، لحظة خلقت تنوصل لهالنتيجة لكل واحد يلعب دور، يعني أصلا قصة إرداحي قصة مركبة، يعني مش مركبة، بس أوكي. يعني لا بس انه بتوقيتها بنشرها بافتعالها بسحب، يعني انت اذا بدك تبلشي تحاسبي كل سفير كل وزير او كل مسؤول على كلام قاله بالسابق قبل ما يستلم، هيدي فتحت باب كتير كبير، يعني انا ماني شايفه حدا بيتصرف هيك من الاساس، يعني وقت تألفت الحكومه كانوا قادرين السعوديين يوصلوا رساله، وكانوا اكيد رح يسمعها، اذا مش للرئيس مئاتي مباشره لنادي رؤساء الحكومات السابقين، يقولوا احنا هيدا ما بدنا اياه بيزعجنا وجوده مثلا، انه كان فينا ما نوصل لهون، طب ليش وقتها ما قالوا شيء وشوي طلعت هالخبريه؟ في شيء غريب، معلش انا خدوني على قد عقلتي، انا بسم الله عقلك، في شيء مش بريء يمكن بهالقصه. هلا بالنهايه طلعت، اذا بدك اذا البعض بيقدر يقول انه طلعت براسه للوزير إرداحي، انا بقول لا، لانه كان موقفه مشرف، يعني درس منيح، اخذ التوقيت المناسب، ويمكن هو ما يعني بس انه تخلى عن الوزارة، بس الحقيقة بتكفي يعني برات الوزارة كمان طبعا.
كمان لفتنا بالأيام الماضية هو زيارة فخامة الرئيس إلى قطر، وبحد ذاتها ما أدخل كتير بالتفاصيل الزيارة، بدي أدخل على جملة قالها بمقابلته مع الجزيرة، وقال إذا طلب مني مجلس النواب أنه مدد أبقى بالقصر الجمهوري رح أبقى. البعض يعني حكي كأنه فخامة الرئيس عم بيقدم حاله باتجاه التمديد، بعض الآخر قالوا لا فخامة الرئيس عم يلعبها ذكية كتير، عم بيقول لهم يا التمديد يا انتخابات، يا البعض قال انه كمان عم بيناقش من اليوم من هو الرئيس المقبل. شو كواليس هذا الكلام او تفسيرك لهذا الكلام؟ يعني انا بتعجب بقدرة اللبنانية على كل شيء يعملوا منه تحليلات كبيرة وعميقة. انا مثل ما فهمت ومثل ما شفت انه هو سأله الصحافي اللي عم يسأله، سأله انه في احتمال، انت شو الاحتمالات بعد ما تخلص ولايتك؟ في احتمالين، اول شيء انا بفل تخلص ولايتي ب 31 تشرين الاول 2022، والا اذا طلب البرلمان مني. هي بكل بساطه هي حدودها، بس انا مثل ما بعرف معلوماتي يعني انه الرئيس ما عم بيفكر ابدا بالتمديد، يعني مش واردة. بس وقت بتسالك شو الاحتمالات، هيدا الاحتمالات كأنت اذا سالوك رح تقولي نفس الشيء انه بتخلص الولايه الا اذا البرلمان قرر غير شيء. واصلا صارت مع الرئيس إميل لحوت، نتذكر كلنا 12 بالليل كيف ظهر وكان في كاميرات، خلصت الولاية ب 25 ما بتذكر يمكن أيار 2000 لا على كل حال مش مهم، بس انه ب 12 بالليل ظهر هو وقعدنا بفراغ لانه البرلمان ما اخذ قرار ثاني. يعني الجهه الوحيده المؤهله لحتى تقرر اذا في تمديد ولا لا هو البرلمان. هيدا اللي بدي اقوله، هيدا اللي بده يقوله رئيس الجمهوريه، هيدا هي بده البرلمان يقرر. هلا هيدي بكره بنشوف بنبحث فيها، بس انا ماني شايفه ابدا الجو هيك. يعني ما في تمديد؟ اكيد ما في تمديد. في انتخابات نيابيه؟ انا بعتقد ايه في انتخابات نيابيه، لانه في يعني بفتكر كل الاطراف بحاجه لانتخابات. هلا يعني هالتركيز على الانتخابات النيابيه مبين انه في خطه كبيره لكل الغرب وكل وحتى السعوديين وكل كل العالم مبين انه ناطر هالانتخابات النيابيه، وبنفس الوقت حزب الله وحلفائه كمان بدهم انتخابات نيابيه لحتى يخلصوا من هالعبء، يعني انه اللي الكل اللي عم بيقولوا انه انتم ما بقى عندكم شيء ورح تخسروا ورح تقلبوا، هن كمان صار لحتى نبلش صفحة جديدة من بعد الانتخابات. انتخابات يعني كل هالرهانات بدنا نشوف اخر. يعني ما هي انه هالانتخابات المنتظرة انتخابات داخلية او انتخابات خارجية؟ هل الانتخابات النيابية المنتظرة انتخابات متغيرات في الموازين القوى الداخلية، او هي قبول من الخارج للداخل بالنتائج، او قلب طاولة من الخارج إلى الداخل؟ أسئلة تطرح عن جد بكل معاييرة. ست هلا خليني أقول لك أنه كل أنا السفرة اللي بشوفهم وكل الحكي دايما له من كذا شهر كل التركيز على الانتخابات، وكأنه بذكروك كأنه هيدي المرحلة بتشبه مرحلة 2005 حين صار في تغيير للأكترية، وقت انعمل اتفاق الرباعي بين تنذكر شوي المستمعين بين أمل وحزب الله وتيار والحزب الاشتراكي والقوات لا مش القوات والتيار المستقبل، القوات كانوا الطرف الخامس من الاتفاق الرباعي، بس لحتى ياخذوا الأكترية بالنيابية، وهيك صار. ومن بعد ما صارت الانتخابات وتغيرت الأكترية النيابية سقط الاتفاق الرباعي وكل واحد وربحت تعتبر 14 أدار، وبنعرف شو صار. نحن هلا هيك في، وهيديك ما كان فيك تقولي انها بس انتخابات داخلية، لا هي انتخابات داخلية بالمبدأ بالواقع، بس هي بالحقيقة قد ما في دعم وفي رهانات عليها هي صارت نوع من المطلب، يعني ناطرينا عدة فئات دولية. هلا أنا إذا بدك رأيي، أنا برأيي مثل ما كانت الرهانات خاطئة بال 2005 رح تكون الرهانات خاطئة، لأنه بال 2005 إذا بترجعي صحيح أخذوا أكترية
أخذوا أكترية، ومش بس أخذوا أكترية، إجت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يلي بعدين راحوا منا الوزراء الشيعة، وكفت هي تاخد قرارات، وبالنهاية ما تغير كتير شيء بالحكم، وصلنا لاتفاق الدوحة، لاتفاق الدوحة يلي رجع وزع إذا بدك المناصب بتسوية معينة. فإذا هلأ أنا بقول كل هالرهانات أوكي أكيد، وإن شاء الله يصير تغيير. في اتفاق رباعي هلأ؟ لا أكيد ما في اتفاق رباعي، بس في غير، في غير اتفاقات، في تحالفات يمكن بين تشوفيها وتنقزك يعني بين أحزاب، بعض الأحزاب وبعض الفئات المجتمع المدني، إنه يلي هن بيقولوا إنه هن ضد الأحزاب، بس ممكن يصير في تحالفات من هالنوع اللي هو اتفاق ثنائي جديد مش رباعي على شكل هيداك، لا توصلي لا تعملي خرق، وممكن يصير خرق، وممكن يصير ياخدوا أكترية نيابية، أنا بشك بس ممكن، بس انه وبعدين وبعدين هيدا البلد محكوم بتوازنات معينه. طيب بالتوازنات اللي عم تحكي عنها استاذ سكالات، سؤال يطرح نفسه، عم تقولي رجعنا على 2005. لا انا عم شبه، لا لا إيه؟ اوكي لا نرجع ل 2005. طيب الغرب يلي هو منتظر هذه الانتخابات وعم بيراهن على النتائج مثل ما كانوا مراهنين بال 2005 واليوم وبكره وبعد بكره، بيعرف نظامنا الداخلي انه نحن عندنا شيء اسمه ديمقراطيه توافقيه، وبالتالي بهالديمقراطيه التوافقيه لا اكثريه قادره تحكم ولا اقليه قادره تحكم، وكل بعطل الكل وكل بحط العصا بالدواريب؟ كيف ممكن يعني هيدا الغربي يلي عم يطلع الى تغيير شيء من الداخل ما بيعرف تركيبه الداخل؟ وهيدا ما بدي روح احكي عن القوى القادره انه تعطل، اوقات بيكون اكثر من القوى القادره تحكم يعني بالاكثريه. ايه يعني هلا هن يمكن ما بيفكروا، ما بيروحوا هالقلب بالعمق، يعني هن اذا بدك حسب ما عم بفهم انا من الكلام اللي بينحكى قدامي، انه هن يعني خلينا نقول انه 2005 لهلا صار في عده محاولات لاضعاف حزب الله، إن كان بحرب 2006 ولا بالمشاكل الداخلية ولا بعدين بالحرب السورية ولا كل الأمور اللي صارت. طب هيدي فشلت، هلأ في هيدي المحاولة من خلال استثمار بغضب الناس يلي هو حقيقي وموجود. إيه بس كمان غضب الناس قدر يستوعبوا حزب الله بالمازوت اللي إجا بال هلأ هيدا بكتير أشياء اجتماعية، يعني وقتها كان أصل الحصار لبنان لإضعاف حزب الله ببيئته، طلع كل اللبنانيين عندهم اضعاف باستثناء بيئه حزب الله يلي كان في وعي عند قيادته انه توقف حدهم. هيدا الفرق يعني انه ايه، بس هن يمكن ما بيشوفوا هالشيء لانه بيوصل لهم تقارير انه بتعرفي محل الاعلام تقارير ايه انه لا في نقمه داخل البيئه الشيعيه تبع حزب الله، في يمكن مشان هيك اليوم سفيره الامريكانيه زارت المجلس الشيعي الان. ايه يمكن يعني اذا بدك بهالصراع الموجود انه ايه هن في يمكن في نقمة، انا ما يعني ما بعرف، بس هيك بتسمعي انه في نقمة وفي غضب وفي انه اخر شيء طيب جبت لنا مرة مازوت وبعدين نحن كمان في عندك يعني من الجهتين في ناس بيقولوا هيك انه شو نحن عم ندفع ثمن حزب الله وما بقى فينا، وفي ناس تانيين بيئة حزب الله بتقول طب انه نحن بنضل ساكتين مثلنا سبعة بالطيونة ونحن يعني في نوع من البلبلة. هن بيعتقدوا انه هاي البلبلة والطريق التقارير اللي عم توصل له انه هيدي رح تشكل تغيير بداية التغيير اذا بدك بالانتخابات النيابية. يعني كل واحد حر يحلل مثل ما بده، بس انا رأيي انه ما رح تأثر كتير، ولكن هن كمان بدهم ماشيين بهالخطة هاي. لفتني بالوقت كنا عم نحكي عن انتخابات النقابات اللي صارت، قلتي هي بروفا يمكن تكون اذا ما قدروا حققوا اللي بدهم اياه تطير الانتخابات، يا حين بعمليه الانتخابات بحد ذاتها او بشكل او باخر يكون في بمعنى انه حدث شيء يمنع الانتخابات. متخوفه من شيء بهذا الاطار؟ لكن مبدئيا انا بقول حاجه للكل، صار لبنان كله بده يرتاح ويخلص من هالانتخابات قد ما في تعويل عليها، ولكن بضل في احتمال انه الطرف يلي معول على الانتخابات واللي ممكن يخسر يهانه يخسر ممكن يحاول يخربطها. بس انا بقول لك بصراحه انطباعي انه لا بدها تصير، بس بضل فيها الاحتمال موجود. نعم. طبعا
نروح إلى ملف تاني، انتخابات الواضح أنه رايحين لها وصناديق الاقتراع هي اللي بتحكم يعني. بعدين ست هلا خليني اقول لك انه انت مش ملاحظه انه كل ما بنحس حالنا وصلنا لتحت بيرجع في شيء بيشقلنا شوي، لانه شو هلا عجيبه؟ لا منا عجيبه، لانه هيدا المطلب. انت كيف بدك يعني انا بعتقد انه الغرب مطلوب الانهيار، مع عدم الانهيار الكامل. ايه لانه الغرب صار بمطرح انه طب اذا ضغط كثير على لبنان بينهار وما بعد في انتخابات، فاذا ما لازم يضغط كتير لما يصير الانهيار، بس ما لازم كمان يسهل كتير لانه بيصير هاي اذا عملت انجازات ممكن يستثمرها فريق معين اللي هن ما بدهم اياه، يعني فريق رئيس جمهوريه والتيار الوطني الحر وحلفائه، انه نحن عملنا انجاز. فاذا انت بين هالتنين لا ممنوع تعمل انجاز كبير، ممنوع تسقطي، بين اثنين انت بدك تضلك هيك للانتخابات. شو صعب؟ ايه صعب، بس انه هيك اللي عم بيصير. انه مثلا انت بتفكري انه زيارة قطر، هلا ما بعرف مش معلومات بس هذا تحليل، انه زيارة قطر يعني اكيد كان في الامريكان كانوا موافقين انه يروح رئيس جمهورية، يعني انه امير قطر يدعي رئيس الجمهورية، ما هيك؟ انه هيدي بتعطي شوية اكسجين. كذلك هلا الاتصال بين بين الامير محمد بن سلمان ورئيس مئاتي، يعني كله هلا بتوقف مع التدابير، مثل ما قلنا التدابير اللي كانت ممكن تكون موجعة كتير، لانه بالنهاية اذا ضغطت كتير على لبنان واذا نهار البلد الناس رح تفل ما رح تصوت. انت بدك اياهم يكونوا غضبانين ويصوتوا بس مش مرتاحين، ايه هاي هي نحن بهالمعادلة. بعتقد على كل حال انا هيك شايفة. بتحليلك ذكرتيني بشغلة استاذ اسكالات، وقتها اجى المازوت الايراني ركضت السفيرة الامريكانية تتأمن لنا الغاز المصري عبر الاردن وصولا لسوريا، مرورا بسوريا وصولا للبنان. بعدين بلشت الاتصالات لتنوصل لنتيجة، قالوا لنا انه بعشرة كانون هيدا رح يكون عنا كهرباء وغاز. وقت قربنا 10 كانون قالوا لنا رح يتأخر لكانون الثاني. مصدر امريكي من كم يوم عم بقرا بقول انه رح تجي الكهرباء من مصر والغاز المصري والكهرباء من الاردن لكن قبل الانتخابات. ايه هيدا المصدر الامريكي بقول هيك، يعني في اكثر من هيك وضوح؟ ما هيك، ما انت عم بت لا بتقاطع مع انه هيك مبين، يعني واضح كتير انه هن بمطرح ما وقت ضغطوا كتير كتير على لبنان وصارت الناس تهاجر، في كتير لبنانية عم بتهاجر، وبتعرفي انت طبعا من الامن العام قديش في طبعا ناس عم تعمل باسبورات فاذا طب هن ما بدهم اياهم يهاجروا، هن بدهم اياهم يضلوا لحتى يصوتوا او يصوتوا من مطرح ما هن، بس ما هن هلا صوتهم يلي رح ياثر لانه رح يكون صوت غضب غضبان على الوضع بلبنان. في هلا انا ما عم بحملهم مسؤوليه كل اللي صار، بس عم بقول هن بخطتهم هيدي ورقه مهمه. مثل ما حضرتك قلتي، وانا بتذكر انه وقت جاب بفتكر كان هار خميس طلع السيد نصر الله وحكى انه جاي الباخره، ثاني يوم بالتحديد عملت جوله السفيره الامريكيه عملت جوله عند بعرفوا يعني هن خبروني وقالت لهم انه هلا بدكم نسمح لكم تروحوا على سوريا. قالوا لها سوريا؟ ما هن انتم لكم فتره يعني بتقولوا لنا ممنوع. قال لا بالنهايه سوريا هي يعني الرئيس حسان تركوها علي، هيدي قصه سيدي وقانون قيصر قالت لهم تركوها انه نحن رح نهتم بقصه قانون قيصر. هلا كل القصه اول شيء عطت جرعه تفاؤل دغري تحرك الجانب اللبناني. هلا في بعض الاشكاليات، يعني مين بده يظبط الانابيب اللي هي في منها كتير ما عاد مستعمل ومش يعني بدها مصاري مليون دولار تصوري، ما عم بيلاقوا هلا مليون دولار ليزبطون كله هيدا، لازم هيك بدها تصير، بس الاستثمار يكون يفيد. نعم مادام اتخذ القرار انه يجي، بس خلي كمان وقت اللي يجي يكون مفيد طبعاً لمسار الامور. طبعا من ورقه انتخابيه هيدي بالنهايه، كل واحد بحق له يستعمل كل اوراقه. مشان هيك انا بقول هلا نحن بهالصوره هيدي، يعني انت رح تضلك عايشه كل ما بحسوكي رح تختنقي يعطوكي شوي، بس مش مطلوب اكثر من هيك. استاذ اسكالات، مين معطل اجتماع الحكومه، الخارج او الداخل؟ أنا بعتقد في عدة عوامل. هلا بالظاهر إنه الثنائي الشيعي، مش هيك؟ في قصة الحكومة ما خاصة بالوزير أرداحي، خاصة بملف القاضي طريق بيطار. بس يعني أنا بسأل حالي، طيب يا ترى الحكومة حابة تجتمع؟
هلا عم تشتغل، بينما اذا اجتمعت بصير بدها تاخذ قرارات جذريه اكثر. هل مسموح لها تاخذ قرارات جذريه؟ ما بعرف. اذا بنرجع بنلحق التحليل كنا عم نحكي فيه قبل شوي، بيقول لك انه مش ضروري تجتمع طالما هي ماشيه وعم بتامن المينيموم، المينيموم المطلوب الاكسجين الكافي لتضلك عايشه، مطلوب اذا اجتمعت واشتغلت وعملت انجازات كبيره. هيدا وين بينصرف بالانتخابات؟ بينصرف ضد المشروع اللي عم نحكي عنه، فاذا يمكن مش مطلوب هالقد. في وزير اعلام جديد او لا؟ ما بعرف لحد هلا. الوزير الحلبي هو وزير اعلام، وزير اعلام بالوكاله. على كل حال يمكن ما في بيانات مجلس وزراء اذا ما اجتمعت، ما في ضروره كله بيلحق بعضه. اذا صار اذا في نيه تفعيل هلا، انا بعتقد الرئيس مئاتي بده يشتغل، بس كمان على البطيء ضمن هالمارج هيدي العطينه اياها. ما بعرف اذا صار في بيكون مؤشر، اذا تعين وزير اعلام جديد معناتها في مؤشر انه هيدي الحكومه رح تبلش تشتغل جديا، مش بس ما عادت مهمتها بس حفظ لبنان عايش للانتخابات، بتصير مهمتها اكبر، بكون في تغيير، يعني بكون في تغيير اقليمي ودولي كبير، وان شاء الله يصير هيك بيريح البلد. ولكن اذا ما في يعني بيكونوا مش حاسين انه في حاجه. هل صحيح في مقايضات بموضوع البيطار ساعة، بموضوع ملف الطيوني؟ اليوم كان في مقالات عم تحكي المقايضة بين المجلس الدستوري والانتخابات وتحقيقات المرفأ، شو مصداقية أو واقعية هالتحليلات؟ أنا بعتقد مش مزبوطة، مش مزبوطة، لأنه هول قصص ما بتمشي على الطريقة القديمة إنه بنعمل مقايضة. في عندك رأي عام، يعني في إن كان رأي عام صحيح منه موحد، بس في ناس كتير يعني من مستاءة من يلي عم بيصير. تاني شيء مثل ما بنعرف، مثل ما أنا بعرفه لرئيس للوزير باسيل، ما بفتكر بيفوت بهيك قصص، خاصة إنه عندك انتخابات. اليوم ما أنت بوضع إن عملتي تسوية من هالنوع بدهم ينتقدوك، وإن ما عملتي تسوية بدهم ينتقدوك، بس أي هي أحسن لك؟ هي بتربح انتخابيا. هي طيب قصة القاضي بيطار كيف بدها تخلص؟ يعني كمان قصة انه يكون في مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وموضوع الملف القضائي، يعني امبارحة تم رفض الرد، وبالتالي عودة القاضي بيطار الى الجلسات والمتابعة، هيدا مؤشر من المؤشرات او لا؟ هيدي قصة صارت يعني قصة كتير مشربكة، لأنه بيفوت فيها العاطفة والوجدانة بالقانوني. هلأ من ناحية القانونية ايه، في نحن عنا مجلس لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هيدا مفروض، هيدا القانون، هيدا الدستور تبعنا، يعني هيدا المسار الطبيعي. ولكن اليوم مبين انه اذا رحتي على هاي الخطة اللي هي القانون، عم تطبقي القانون، بتكوني انت عم بتهربيهم من محاكمة القاضي. بس كمان يعني بفتكر انا انه انا مثلا عامله حقوق، انا اللي بعرف انه التحقيق لازم يكون سري، مثلا هل هيدا التحقيق سري؟ يعني من الاساس كلها غلط بغلط، لانه هيدي قصه صارت قصه راي عام، والناس يعني انت كيف بدك تعملي؟ ما في كمان راي عام ضاغط عليكي، يعني اذا راح اول محقق واذا راح ثاني محقق شو بدك تقولي للناس؟ ما بدك تقولي لهم ما كانه انت عم بتهربي الملف، ما يعني صعبه كثير، صعبه كثير. بس كمان من ناحيه ثانيه ما فيك ما تفهمي اذا بدك مخاوف فريق معين اللي هو حزب الله، انه نحن بالنهايه عشنا 2005 وعشنا كيف نحطوا جنراليه بالحبس بعد 4 سنين، قد اجى قال لهم اعتذر منهم وقال لهم لا غلطنا معكم، راحت القصه. بس بهالوقت شو صار؟ انقلبت الاكثريه، صار في انتخابات، فهمنا شو صار، صار في حكومه من طرف واحد، صار في قرارات، يعني عرفتي انه صار اللي صار. هل هو هيدا الملف يعني للاسف ضيعوا وقت لدرجه انه وصلنا على عشيه الانتخاب وما في الانتخابات، وما فيك ما تفكري انه وقع هالملف له وقع على الانتخابات،
يعني ما فيك ما تفكري هيك. القرار الظني سيصدر عشية الانتخابات كما يتوقع البعض، يعني البعض عم بيراهن انه كمان مثل الاستثمار اللي حضرتك عم تقولي فيه، انه الانجازات او عدم الانجازات او كيف استثمارها بصناديق الاقتراع بالغضب وبال، ممكن يكون القرار الظني جزء من ال. انا هيدا ما بتمني، انا هيدا ما بتمني. انا لو كنت يعني ما فيني حط حالي مطرح وانا ما عندي الكافئات ولا المعطيات، ولكن انا بتمنى انه القرار الظني يطلع باسرع وقت ممكن لحتى ما يتهم انه في استثمار. انه في استثمار للانتخابات. مثل ما قلت لك نحن عندنا نموذج صحيح، هيدي كانت محكمه دوليه يعني مفروض اكثر، بس انه بالنهايه صار اللي صار، استثمر اللي بده يستثمر. بعدين بعد هلا بعد 11 قديش طلع القرار النهائي، الحكم النهائي، وشو طلع؟ انه واحد انه دفعنا مليار دولار لنوصل لهالنتيجه. بعدين ما بقعد حدا يسال، راح اللي راح وصار اللي صار. هلا نحن اليوم على ابواب انتخابات نيابيه، اذا طلع قرار ظني وبيتهم مثلا هالافريقاء هاي، اكيد راح يكون في رده فعل شعبيه بالانتخابات. طب طلعوا هلا بعد في 5 شهور مشي لنا اياها، ليش تننطر لاخر تكه؟ يعني في خوف مشروع، ولكن برجع بقول لك انا برايي كان لازم تكون يعني يصير مسار التحقيق بغير طريقه، يضل سري، لانه بس ما فيك كمان اما الناس موجوعه. يعني صعبه هيدا اللي عم جرب وصفه فسره، انه هيدا موضوع كتير صعب. للاسف قربت الانتخابات ما بقى فيك تفصلي هاي عن هاي. بالملف او عندك مارج صغيره بعد ما فيك تفصلي. بالملف كمان العام اللي بلشنا فيه وعم نحكي من الغطاء العام، عم نحكي من الداخل اللبناني، هل صحيح انه بلش حزب الله يعمل شوية مثل فرامات لاستيعاب المتغيرات اللي جاية على المنطقة، وبالتالي مش ما يكون هو كبش محرقة؟ سؤال يطرح، وخاصة أكثر شيء سأل هذا السؤال بعد الأزمة مع السعودية وصدور عدة بيانات من الخارجية اللبنانية بتحكي عن الحوثي أنه إرهابي، بتحكي عن الحوثي بشكل أنه باللغة ما فيها نقي بالنفس، في لغة غربية بالمطلق، بدون اعتراض حزب الله، بدون أي احتجاج لحزب الله، وخاصة إطلالة السيد حسن نصر الله الأخيرة ما كان فيها خطاب استراتيجي سياسي بقدر ما هو اجتماعي. والبعض قال أنه هل كانت تحتاج الأمور التقنية إلى إطلالة السيد نصر الله؟ أين هو حزب الله اليوم بالمشهد العام؟ هلا بتسمعي كتير تحاليل انه حزب الله عم يخسر بالساحة الاقليمية وبالساحة الدولية يعني انا خليني اقول لك هلا بلبنان هو بيتماشى مع الوضع، يعني كمان هو عنده بيئة وعنده ناس وعنده حلفاء وبده يسيرهم قد ما في، يعني مشان هيك هو قال على كل حال باخر اطلالة له انه ما رح صعد، يعني ما كان الاتجاه للتصعيد، وبفتكر هيدا تيسهل اذا بدك اول شيء جو استقالة الوزير ارداحي والاستيعاب اللي صار مثل ما حضرتك قلتي. بس بالنهاية هيدا بغير شيء بموازين القوى، يعني بالنهاية عم ببين أكتر وأكتر إنه كلمة هيدا النائب النفس هي مش نائب، هي نائب النفس عن إيران، مش نائب النفس عن الخلافات الباقية. يعني أنت لازم تكون نائية. هيدا ذكرتيني مرة طلعت أنا على بدي خبرها طلعت مرة على إذاعة أجنبية كان عم يحكوا عن كيف الإعلام اللبناني بيتعاطى مع الحرب بسوريا، انه هوليك اللي مع الثوره، الاعلاميين اللي مع الثوره السوريه كانوا انه هن موضوعيين. تجد انا انه انت كيف فيكي ما تكوني هالقد مش موضوعيه؟ يعني قلت لها يعني هلا انا اذا يلي بيكون مع الثوره بيكون موضوعي واللي ما بيكون مع الثوره بيكون مش موضوعي، انه نحن هيك، هي هي قصه كل القصه. الناس دايما بيقولوا ما سالتيها للصحفيه الاجنبيه وليش انت مش موضوعيه تاخذي رايي مثل بذات الحجم اللي اخذتيه لهذيك، انه هن الاعلام عم يتعاطوا دايما في معيارين، في عده معايير، يعني ما بتكون هي ذاتها. نحن هيدي قصه النائب النفس هيك مطلوب منا، انه بيقولوا لك لبنان ما لازم يترك الحضن العربي. طب العراق مش حضن عربي؟
الأردن مش حدن عربي، مصر مش حدن عربي، إنه هي كل القصة لتقولي إنه في حرب باليمن، أنت لازم تاخدي موقف ضد اليمن مش عرب؟ بلا بس ما مشان هيك عم بقلك إنه القصة مش قصة عرب، قصة إنه أنت لازم تاخدي موقف مع هال آخر شيء الدولة اللبنانية لأنه عندها علاقات حميمة مع ولأنه اقتصادها مرتبط. مش حلوة كلمة حميمة. طيب بلاها عميقة. عميقة ولأنه نحن علاقات الحميمة. لا قصدي أقول إنه لأنه نحن إذا بدك اقتصادنا مربوط بالاقتصاد الخليجي نحن مضطرين ناخد هالمواقف هيدي، بس إنه بالنهاية ما مش لا حدا يحكي لي بالنقب النفس ولا حدا يحكي لي بالموضوعية ولا بأنه نحن وصل، لا هي الحقيقة مطلوب أن نكون طرف. نعم طيب. بالبيان اللي صدر عن المشترك عن الملك عن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي لفتني شغلة، هو التشديد على الطائف. البعض بيقول خلص دفناه وخلصنا من الطائف، او اذا بدنا نرجع ماكرون بيقول طيب وقت نحكي عن الطائف هل هو عودة للسعودية؟ يعني اذا الطائف بدها اياه السعودية مش لازم كانت هي تدير بال عليه من وقت اللي انعمل بال 1990 هلا ووصلنا لهون لروح في للطائف؟ واذا هيدا الكلام عن الطائف هو دليل انه لا بديل عن الطائف، يعني لا مؤتمر تأسيسي لا جمهورية ثالثة، شو الحكي وقت نقول عن الطائف هيك؟ هلا خليني اقول انه هيدا فعلا البيان كان ملفت لانه في رجع لمصطلحات لفترة، يعني ما كأنه بتشبه الواقع الحالي. يعني انا اللي بعرفه انه رئيس ماكرون شخصيا وقت يلي من سنة وقت بعد انفجار 4 آب المشؤوم، وبعد وقت الحكي قبل ما يجي اول زياره حكي مع الرئيس روحاني وقتها كان الرئيس الايراني، هو اللي عرض عليه مؤتمر تاسيسي حكي عنه شو كيف بدنا شو بدهم الشيء على يتخلوا عن سلاح حزب الله مثلا، كان احد الاسئله. طبعا الايرانيه جاوبوا انه شوفوا مع اللبنانيه مش نحن بنحكي، بس انه هيدا الجو موجود. ونحكى بعدين عن مؤتمر سياسي بده يعملوا، بتتذكري كان مفروض اول هاي السنه اللي راح تخلص بعد على اللبنانية. فإذا هيدا الشيء موجود. هلا يرجعوا عن الطائف، بفتكر هيدا تلبية لرغبة سعودية انه ينحكى بالطائف. بس هلا هو حبر على ورق او هو واقعي هيدا الموضوع؟ لا انا بعتقد انه نحن عنا مشكلة حقيقية بالنظام اللي هي بينت انه وقت صار الطائف وكان في له عربين، يعني بما في السعودية وامريكا وسوريا، مش الحال لبين 2005 من وقت ما راحوا السورية من لبنان ومات الشهيد رفيق الحريري اللي كان هو أساسي بالطائف، يعني الطائف كان معمول شوي عقياسه. صار في عنا مشكلة، ما في يعني شو بقولوا إشيانس استحقاق دستوري عم بيزبط، ما في حكومة عم تتألف بسرعة، يعني عنا مشكلة. لازم هيدي مثل ما حضرتك قلتي هالديمقراطية التوافقية اللي هي بدعة لبنانية اللي هي كتير حلوة انه الكل بيشارك ولكن الكل بيعرقل كمان، بدك تلاقي طريقة للحل. هيدي بيتنافى مع الطائف ما بعرف، بدها بحث، بس انه لازم تلاقي طريقه. مش كل ما اذا ما عنا وصايه ما بنقدر نحن نوصل لاتفاق، يعني غير بدنا شهور لحتى نوصل لاتفاق معين. انا بعتقد حرام كل هالتضييع الوقت، يعني بدها حكي والفرنساويه عم بيحكوا. في اليه لاحياء الطائف؟ هلا هو الطائف بعده موجود. أوكي. احياء الطائف بتطبيقه بالنصوص وليس بالاستنساب، يعني بدك تعملي مجلس شيوخ، بدك تعملي الغاء الطائفيه، في كذا بند مهمين كتير ولا مره حدا يعني نطالب بالسياسه بس ولا مره وصلنا لمرحله بالتطبيق. فاذا هيدا كله بده ينبحث. انا برايي ما بقى فينا نكفي هيك بدون ما شوي ابديت، مش تغيير للطائف بس بدها ابديت انا برايي، لانه بالتطبيق ما عم تمشي. يعني يا اما بنرجع على وصاية وان شاء الله لا، يعني لا اذا قلنا اذا بدنا تحديث للطائف يعني بدنا تعديل، من يقبل انه يروح على تعديل؟ وكل شوي في سيف مسلط
المثلثة بدل ال يعني بس المثلثة هي فكرة فرنسية، يعني هي وقت عم بقول لك هيدي كانت المثلثة هي فكرة فرنسية، إنه طيب هيدا شو بدهم الشيعة يعني بنعطي تلتة، بس هيدي بدها يعني بدك بدها، ما بفتكر أنا إنه اليوم أنت بتكوني عم تعطي رسالة مريحة للمسيحيين بهالبلد اللي هن جزء مكون أساسي، وهي هن إذا بدك ميزة هيدا اللي بيميز لبنان عن بقية دول المنطقة، إنه فيها الوجود المسيحي الوازن اللي داخل بالسلطة. على كل حال كله هيدا بده نقاش، يا إما بتروحي لإلغاء الطائفية وبتخلصي من كل هالمشاكل هيدي الطائفية، بس هيدا كله بده نضج. نحن اليوم منا ناضجين لحتى نفكر ليش عنا بدول بعضنا، عن ما عنا هواجس من بعضنا، كل واحد ما تاخذيني إذا بيقعد على الطاولة مع الآخر بنقابة بيقول له حصتك وحصتي، يعني ما عليه عم سمي الاشياء باسمائها، بدي اجي انا اقول الحكومه هالقد بدها تتشكل وما بدنا نسال عن مين طايفته، ما في، ما بتركب هلا. ايه انه يعني اللي مؤسف ست هلا انه نحن بالوضع اللي نحن فيه مفروض المصيبه تجمعنا، لانه كلنا عايشين ذات المصيبه، ما عدا فئه قليله اللي هي ما لها لون طائفي، هي من جميع الطوائف، بس المصيبه لازم تجمعنا، واذ نحن عم نشوف انه المصيبه عم تفرقنا اكثر، يعني كل واحد عم يرجع لمربع الطائفه او يعني ما بعرف انا قديش المجتمع المدني اللي هلا كلهم عم يحكوا فيه قديش هو قادر يعني يرجع يستقطب هالناس اللي كلها عم ترجع على مثل ما قلت لك لمربع طائفي عشائري، يمكن ما بعرف. بشي مؤسف انه هيك مصيبة اللي عم نعيشها من 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 سنتين، يمكن انه كان لازم تغير شي بالمنهجية. على كل حال انا بقول هلا كله ناطر الانتخابات، والانتخابات شو ما فرزت بدها توصلنا لإعادة تفكير جدية بطريقة النظام، يمكن مش تغيير بالطائف بس تعديل بعض البنود لتقدر تمارسي هالسلطة. بس مصرة تقول انه هي الانتخابات المفصل، بس انا رح اروح انا مش مصرة، انا هيك شايفة هيك عم بيقولوا لي هيك بس تسمعي حدا ما بيقول لك هالشيء. استاذ اسكالات رح اسال السؤال المباشر انا، وهيك ما رح لف ودور حواليه، اذا طلعت نتيجة الانتخابات شو ما كانت وكان مثل ما بدهم هن، وهن بهيدا الوقت بعدهم عم يعملوا المفاوضات بالملف النووي والمنطقة والاقليم والى اخره قبل ما توصل على التسوية، شو رح يتغير؟ شو ما كانت النتيجة شو حيتغير بلدنا؟ هن بخططون انه بيكون يعني ضعف حزب الله ونعزل حزب الله على الساحة الداخلية، حليفه الأساسي المسيحي بيكون خسير، بيصير أهين يعني تقدر تاخدي محاصرته بال 2005 حاصروه بعده تهموه وكذا، شو صار؟ فات البلد بدوامة إلى أول ما إلى آخر. نعيو إذا بتقدر. لا لا بس عم فكر مثل عم فكر على صوت عالي مثل ما هن عم بيحكوا يعني. هلا البعض بيحكي لك أكتر بكتير هيك إنه في تغييرات كبيرة بالمنطقة ونحن رايحين ل بس كل طرف بهيدا اللي عم يحكيك عن تسويات بالمنطقة، في طرف عم بقول المحور المنتصر هو محورنا، والطرف الثاني عم بقول المحور المنتصر هو محورنا، بدنا نعرف اي محور بده ينتصر بالمنطقة وشو معادلة الانتصار، لان في البعض بيقول لك الانتصار هو الميدان اللي عم بيصير بسوريا واللي عم بيصير باليمن، في حدا ثاني بيقول لك الانتصار هو ترتيبات وخاصة التطبيع اليوم ونحن ويننا بالعالم، اي انتصار واي محور المنتصر؟ ليكي انا ما بعتقد فينا هلا نتكهن شو رح يصير، بس اللي واضح انه الأمريكان بدهم ينكفئوا شوي من المنطقة هيدا. بس خليني كفيل مش مقتنع فيها بلا بدهم هن عم بيقولوا انه عم ينكفئوا من المنطقة، بس هن ما رح يتركوا، يعني كيف رح يتركوا؟ مش رح ينكفئوا يعني يكون خسارة، رح ينكفئوا ويحضروا شيء ليحملوا مصالحهم، يعني اولا مصالح اسرائيل، مشان هيك بتشوفي في محاولات تطبيعية او يلي ما بيقبل يطبع بده يتفتت، نحن بهالمعادلة للأسف، يعني يا ما اذا ما بتعملي تطبيع مع اسرائيل بدك تتفتت من الداخل، هيك صار مثلا بالعراق، هيك صار بسوريا، هيك صار شوي بلبنان، بس اخر شيء بده يلتقى يمكن حل، انا بعتقد ما في حروب كبيره، بس في لبين ما تتبلور هالفكره في تصير تسويه، بس بالتسويه وقت بيحكوا عن تسويه يعني التسويه بيكون فيها رابح وخاسر، مش معناتها انه ما حدا بيربح، مش طول الموند اغانيه، لا بيكون في رابح وخاسر، بس صار في تسويه،
مين رح يكون الطرف الرابح ومين رح يكون الطرف الخاسر بالتسوية إذا إجيت؟ لأنه هلأ نحن هلأ اليوم بتشوفي إنه الأمور مخربطة كتير، لا بفيينا تقدموا، بالعراق عم يرجع داعش، بسوريا في مشاكل، بلبنان ما تحكي، يعني كل الأمور مخربطة، وكأنه هيدي باليمن اليوم في هجمة مضادة، يعني في، فإذا كله هيدا مش كأنه واحد عم بآخر عم بيعلي كتير كتير المفاوضات لحتى يوصل لمطرح، يمكن ينتج عنه شيء منيح ويمكن لا، ويمكن يطول ويمكن ينحل، بس نحن هلا بهالصوره الكبيره اللي عم نعيشها. استاذ سكالات عم تقولي انه باي تسويه هناك خاسر ورابح، وليس انه كل الناس بتربح، بس كمان بالتسويات ما بتلغي الاخرين، لا ما تلغي الاخرين، انت وبتعملي تسويه كانك عم بتحضري لاشتباك جديد، يعني خلينا نقطع مرحلة بالتهدئة، هيدي المنطقة هيك بتعيش كل العمر وكل الحياة وكل السنين. يعني ما بعرف كمان هيدا الشيء بيتوقف على شعوبة على شعبة كمان قد شو بده، بس أنا بقول طالما في عندك إسرائيل إيه هيدا انخلق جسم بيعمل مشاكل بالمنطقة وهيك صار، يعني وهيك مكفى للأسف، ولأنه أمريكا هاجسة تأمن إسرائيل قبل يعني بكل الأحوال الموجودة، إيه نحن في مشكلة، بس ممكن توصلي لهدنة طويلة المدى ممكن، بس للأسف كل ما عملتي نحن شو عم بيصير، كل يعني مثلا 2006 مش صار في انتصار للبنان، إذا بدي بال 2000 مش صار في انتصار للبنان وقت انسحبت إسرائيل بدون قيد أو شرط، صار في بعد 2006 فكروا حال إنه هلأ إجا الوقت، بعد شوي بيرجع بيصير إنه بيكون بدل ما يستفاد من هالهدنة لبناء مثل ما هن بيقولوا ثقافة السلام وما بعرف شو، بيكون كل واحد عم يفكر كيف بده يقوي حاله ليرجع ينقض على هالتسوية. للأسف نحن هيك منطقتنا مش محظوظة. لا ابتسمت وقت قلتي ثقافة السلام، يلي إيه؟ بيسوق لثقافة السلام أكتر شيء بيصنع أسلحة، كيف بدي صدق هيدا لا الشيء. وهي ثقافة السلام هي شيء كتير كتير حلو وكتير سامي، ولكن ثقافة السلام هي بيكون مش ثقافة السلام بين بعض العرب، ثقافة السلام بس مع إسرائيل، للأسف عم بتترجم هيك بالحقيقة، وقت يلي نحنا لازم نعملها بين بعضنا بالأول. نعم طيب بالإطار الأخير بسؤالنا بدي أسأل بالوضع الاجتماعي، حضرتك ركزتي على شغلتين أنه لا مسموح لبنان يكون مستقر ولا مسموح أنه ينهار، بالموضوع المعيشي والاجتماعي قديش في قدرة احتمال بعد عند الناس؟ يعني أنا بسمع الناس ومعلي عم بنقول صرخة الناس بحب أنقلها، يعني بيقولوا لهم للناس اللي جاية أصعب، بقول لك أصعب من هلأ شو بعد بدي أتحمل، بعد في شيء أصعب من هلأ وكيف ممكن قدرة الاحتمال؟ يعني أنا بعتقد إنه الوضع ما فيني، يعني عم تحرجيني لأنه ما عندي جواب، بس إنه أنا بعرف إنه الوضع كتير صعب وأنا عم شوفه وأنا عم بعيشه وكلنا عم نشوفه، الوضع كتير صعب، بس أنا ما بعتقد رح يصير أنزع، بيقولوا لك الآتي أعظم، ما في آتي أعظم، ما هيدا عظيم يلي نحن تتصوري إنه بالنهار زيته بيطلع الدولار 3000، بس أنت مفكرة إنه كل الناس مقهورة من هالشي؟ ما في ناس عم تستفيد طبعا للأسف، يعني بس في ناس عم تستفيد بكل شيء، بتلاقي في ناس يعني بناسبة هالأزمة، مثل ما وقت الحرب الأهلية كان في ناس كتير اغتنت، في ناس كتير تعذبت، بس في ناس كتير اغتنت، هلأ في ناس عم تستفيد وفي مصاري إذا بدك، بس بالقنوات اللي مش للدولة، القنوات الموازية للدولة في مصاري، في NGO، في يعني مثل ما قلت لك المطلوب تضلك عايشة، ما رح نموت بس مش رح نعيش برفاهية، هلأ لنقطع هالمرحلة. انطلقت حملة عطول لبنان فرصة للأعياد، بحب أحكي نحن هلأ بأجواء الأعياد أنه نختم بهيدا الأجواء، أي فرصة المطلوبة اليوم للأعياد؟ هي فرصة إعلامية إعلانية؟ هل هي فرصة اقتصادية؟ ما كنت أفهم شو المقصود بهيدا الفرصة. المقصود أنا برأيي بالفرص بهالفرصة أنه تقدر الناس تعيد بحد أدنى، طبعا بالإمكانيات الضئيلة، بس أنه يجوا
تقدري تأمني لهم حد أدنى من الاستقرار ليقدروا مثلا المغتربين يلي بدهم يجوا يعيدوا مع عيالهم يجوا ويصرفوا طبعا. وهيدي هي يعني بسموها بالفرنساوي لا تريف دي كونفيزور، وهيدي كل سنة تقريبا نحن بنشوف هالجو، بس أنا بتمنى أنه تكون أعمق من هيك يعني. نعم. أنه فعلا تكون أعمق من هيك ما بعرف، بس هيدي مبادرة بالقليل نقطع. بعد في قديش في من هلأ لأول السنة؟ بعد في 3-4 أسابيع يعني، بالقليل اللبناني يحس بشوية جو عيد، بس هو العيد بيكون بالقلب يعني، ما بيكون بس بصرف يعني، هو بالعيلة بالحب بأحبائه يعني، هيدا هو العيد. الله يخلي العيال للجميع، بس انه بالقلب. ايه بس اذا ما في قلب حتى لو في مصاري ما بتكون الفرحة العيد. بدي اقول لك من هلا ينعاد عليكي بالصحة وبالعافية، على عائلتك، على كل محبينك. بدي اقول للمستمعين كمان خلونا نعيش فرحة العيد بالقلوب اذا مش قادرين نعيشها بالمظاهر. شكرا لك الاستاذ سكارلات، شكرا هاكوب، شكرا للمستمعين، والى اللقاء.